اليوم الهامفينج، اليوم تنصيف البيتكوين، اليوم الموعد المنتظر اللي من بعده اللي ممكن رح يبدأ بول ماركت جديد. 5 ساعات بتفصلنا على أهم حدث. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي صديقي مهتمة بالأخبار وأدق التفاصيل بسوق الكريبتو، صفقاتي مجانية كريبتو وفوركس. انضمامك للرابط اللي بأسفل الفيديو بتحصل على خدماتنا أخبار 24 ساعة، بتحصل على أهم الصفقات المجانية بسوق الفوركس. ما عليك صديقي اللي تنضم لوكالتنا بمنصة أكسنس، راسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو لأضيفك على القناة بشكل مباشر. البيتكوين شباب على فريم اليوم بمنطقة جدا حرجة وبساعات أيضا حرجة. هل رح يحصل عمليات بيع كبيرة بعد حدث الهامفينج، أو ممكن نشوف قمة جديدة للبيتكوين؟ شمعت اليوم بعد التصحيح إلى مناطق 59,000 وأخذ الأوردرات والسيولة اللي مجمعة بهاي المنطقة عمليات شراء كبيرة، حصت وارتداد قوي للبيتكوين. الآن البيتكوين عمال بيتصارع مع منطقة 65,000 مع تشكل نموذج مع فريم اليوم، ممكن يكون هدفنا فيه عند منطقة 84,000. وطبعا صديقي إذا استطعنا الإغلاق على منطقة 66,000 مناطق الدعم الأسبوعية، وممكن نشوف على فريم الأسبوع موجة دافعة مثل الموجات اللي مرت. البيتكوين إيجابي وانخفاض ضغط البيع واضح، البيانات تظهر يا أصدقاء في إقبال على البيتكوين، ورح نشكل قمة جديدة إذا استطعنا إقفال على مناطق الدعم الأسبوعي. أما أخبارنا صديقي بشأن عملة لونا كلاسيك، مجتمع عملة لونا كلاسيك عمال بيصوت على مقترح جدا مهم، زيادة سعر الغاز على المعاملات بلوكشين لونا كلاسيك. زيادة سعر الغاز 10 أضعاف، طبعا ممكن بفترة من الفترات يحققوا مكسب كبير مع هاي الزيادة، لكن صديقي مع مرور الوقت ممكن يصاب البلوكشين بالكسل بسبب الرسوم العالية، أو ينخفض معدل أرباح ممكن تنعكس سلبي على العملة. أما صديقي بالنسبة لعملة الشيبة، فزيادة المعاملات على الشيباريوم بأكثر من السابق ب 150%، هذا دليل على انفجار قريب للعملة. نسبة استحواذ البيتكوين مرتفعة، هذا يعني صديقي العملات البديلة كلها بمناطق دعم. أفضل العملات للاستثمار دائما أول 50 عملة بكوين ماركت كاب. لازم صديقي تتبع مبدأ التوزيع والتنويع بتقسيم محفظتك الاستثمارية. وإذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة وكنت وصلت معي لنهاية الفيديو، ضروري كتير صديقي تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الناجحة ونسبة نجاحها أكثر من 95%. صديقي إذا كنت استفدت من هذا المحتوى، لا تنسى دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب لحتى يصلك آخر تحديثات السوق.